دي الافريقي وعلامه الامتياز اعطينا التصاور اعطينا الفيديوهات نتاع الدخل البارح حاجه تعمل 66 كيف ملعب حمادي على العقربي برادس زيد نطلب الاعداد لن تكون الا 10 على 10 عندنا شويه اكستريم نسموه وبعد نرجع نعلقوا في البلاتو صور جميلة ودخلة عالمية شكون يعرف ماستر باجيك مش غريب على جمهور نادي الافريقي جمهور نادي الافريقي كل مرة يعطي يعمل استثناء هو جميل جماهير استثنائية بكل المقاييس بالحق الدخلة تقشعر اللحم معناتها الدخلة اللي بتعرف رفيق في أول في الجمعة ذي في وسط الجمعة بعد معناتها البطولة الجزائرية موقفة برشا ناس قالوا ماذا بينا بطولة تونسية تقف لكن ظهر لي البطولة واصلت باش نشوفوا تصاور كيف هذايا نشوفوا ردة فعل بتاع الجماهير اللي رفيق راي المساندة القضية الفلسطينية كان مش كان توا أنا ديما نشوف تصاور على تيلة الموسم في برشا مناسبات الجماهير كل تردد القضية الفلسطينية والحق البارح حاجة تشرف وتنور الرياضة التونسية بصفة عامة اللي وقت اللي تدخل الرياضة في السياسة وخاصة في الأمور الإنسانية والتعاطف الكبير ما تنجم تكون كانت تصاور مزيانة برشا لأن نصر الله قريب كان هذا الشعار اللي رفعوا جماهير الجماهير الافريقي بالوان العلم الفلسطيني وابو عبيده في فراش حمادي العقربي برادس نحب نقول كي تبدا فما اراده سياسيه شوف كيفاش تكون النتيجه يعني اليوم موقف تونس تجاه القضيه الفلسطينيه خلى جماهير الافريقي وجماهير الترجي وجماهير الكوره انهم يناصروا القضيه الفلسطينيه قبل نعرفوا احنا اللي علم فلسطين وكان انا غلطه ممنوع انه يدخل الاستادات نتاع الكوره معناه ماهوش صحيح لا صحيح ما يخليوش العلم ترجي لا لا في تونس العلم الفلسطيني كي تصير دخلات كبيره ساعات يقول اختانا وتجيش الامور وتسخن الدنيا وغيره كذا واليوم تبدل فما اراده سياسيه اليوم الموقف السياسي التونسي مناصر القضيه الفلسطينيه ونقولوها علنا الشيء اللي يخلي جماهير الكره اليوم يعملوا دخله كما اللي شفناها من عند النادي الافريقي رفيق اليوم لا تستحق باش تكون كلوبيس لا يتواليس لا مكشخ اليوم الدخله مست الاطياف الكل نتاع الجامعة معيات الكل البارح الجمعه اللي فاتت لسبيرونس الجمعه هذه الكلوب حتى دخلت الاتوال كيفاش دخلوا الملاعب الكابيتان نتاعهم دخل بدرب كبير الفلسطين ريت ساعات تنسى الكوره ويوفى التنبير والعباد الكل لاهية بالقضيه نحكي لك انا حتى تفرجت بين اصحابي طرح الجمعه اللي فاتت هوند الاتوال والكلوب والله معناتها كان طرح بارد العباد ماهيش مهتمه بالكوره كيما مهتمه بالقضيه معناتها انا ناكد لك الامباكت نتاع الدخله هذه حكيوا عليها العباد اكثر من كاترو وتروا والحار الشعمال وش ماركينا بونتوي اللي تحكي عنه يبكي في الديكلاراسيون قال معناه بوكي ربحنا ما عنده حتى قول ربح في فلسطين قداش حلوه ومعبره صوره ابو عبيده طالع في الفيراج نتاع الكوره الفيديو نتاع الكلوب البارح تراند على مواقع التواصل الاجتماعي وي محمود تعرف كي نزيدوا نكملوها وهذه مطالب الجماهير الرياضيه الكل اليوم انه نعملوا مقابل تصور مقابل ديربي نرجعوا لك ال 60000 في ملعب رادس وكل الجماهير ستكون ملتزمة وكل المداخيل تمشي للهلال الأحمر التونسي معناتها تصور الصورة اللي نبعثوا بها ريتك الديربي اللي ما عملناهش من الثورة لتوا تكون سبب القضية لأنه هي توحدنا أنا يا شبني محمود يقول خلينا نكملوها تكمل يا ولد تو موضوع كما ذي وانا ما نحكيش فيه شنو اللي تكمله الموضوع ذي احنا رانا جبدنا عليه هنا عنا جمعتين قلنا ان شاء الله ان شاء الله الدولة يعني الوزارة والجامعة التونسية لكرة قدم اللي يحسب لها اللي ما خذتش قرار كما خذته بعض البلدان باش خلات الجمهور يمشي لأنه الجمهور وين باش يعبر على المشكل اللي في هذايا فما على القليلة برفع العلم وين في دارنا ولا في داركم في الستاد واللي يحسب للنادي الإفريقي وأنه العلم رفع والأناشيد تغنات من غير هارملاس كانوا يعني ما ثماش لا ضربني ونضرب بكل النار شعلت وكلات بعضها بوليسية لا 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 راي القضية الفلسطينية راي تمشي في عروق التوانسة خليني من الاخرين ما يمنيش فيهم ويجتمعوا ويبوسوا ويتصوروا ويعملوا كل شيء احنا القضية الفلسطينية قضية متاعنا احنا
وماذا بيا غدوة لا بعد غدوة الأربعة الترجي الرياضي التونسي زاد ما ينساوش الأعلام والأهاجيز والدنيا تأكل بعضها صحيح. نربحوا ساعة من شيرة حتى كان نربحوا من شيرة يا أخويا ونرفعوا الأعلام الفلسطيني اللي هو يستحق هذه راي حتى بلاد راهم قبلت الفلسطين كيف نحن ما يكذب عليك حتى حد راه ربما انتم صغار ما تعرفوش راهو سكنوا معانا وخذوا منا وخذينا منهم وكلوا معانا وكلينا معاهم ولذا راي فلسطين تجري في الدم نتاع التوانسه. مره اخرى نعاود نقول كلام كنت قلته الحلقه الفارطه يمكن ظلمنا شويه الشباب والجيل الصغير نتاعنا توا قلنا بعاد وميوعه اكثر من اللازم وبعاد على القضيه لا اكدونا في المسيرات في المظاهرات في الملاعب نتاع كره القدم فما دي شفت فيديوهات نتاع مظاهرات وليداتنا خارجين من الليسي سيستيم فرنسي ومن كاتب سيستيم فرنسي ويناصرون القضيه الفلسطينيه وهذين تساور ابو عبيده وغيره حاجه تفرح لانه فما تقصير من السلطات 10 و12 سنه و20 و50 سنه راهو فلسطين والقضيه ومسار والاغتصاب لاراضي الفلسطينيه وتاريخ المقاومه هذا لا يدرس في كتبنا هذا لا يدرس في المناهج التعليميه نتاعنا دونك نلقى ورغم التقصير هذا الرسمي كل دي جون استاذ حاملين فلسطين حاملين القضيه واحد من نجم يقول كان الحمد لله يا ربي ونعتذر كان ظلمنا شويه للجيل نتاع اليوموي احنا جيل محمد الدره راهو محمد الدره كان جاي عايش راهو تو عمره 35 سنه ويمكن راهو تو في المقاومه نحب نغتنم الفرصه مادام حكينا على الكوره نترحموا على عبده محب ترجي الرياضي التونسي اللي توفى تعرفوا عام ناول تضرب في بالوزداد على راسه طاح ربي يرحمه ربي ان شاء الله يكون في الجنه ربي صبر أهله وأصحابه وأحبابه.